السلام عليكم. اليوم رانا بصدد الكلام عن مشروع سكنات البي بي الترقاوي العمومي في منطقة ولاد فايت، حتى يعني يظهر أن السكنات هذه تبدو جميلة وتعطي انطباع نتاع يعني نوع من التقدم في البناء، لأن الطبقات كل ما تكون طبقات كثيرة كل ما الإنسان يعني عنده هذاك الإحساس بأن فيه تطور في العمران. لكن للأسف السكنات هذه هي مكلفة من ناحية الصيانة، خاصة صيانة المصاعد ليزاسونسور، وكذلك فيه تطرح بعض المشاكل في قضية إيصال الماء للطوابق يعني العالية، فهي في الأخير مكلفة وكذلك متعبة بالنسبة للأشخاص المسنين والأطفال، إذن غير مريحة بالنسبة للسكن. يعني لو كنا نفكر يعني نشوف للبعد، السكنات الأقل فيها أقل طوابق هي أفضل للعيش وحد للصيانة، ونرجو في المستقبل أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات وتتجه نحو البناء الأفقي للسكنات وتوسيع المساحات المخصصة للسكن في قضية التهيئة العمرانية، بتوفير مساحات خضراء وطرق واسعة وكذلك مواصلات واتصالات بين يعني المجمعات السكنية، يعني يكون فيها نظرة شاملة كاملة وافية يعني قضية المدينة والتهيئة العمرانية. والسلام عليكم.